وي زوبو دير نقرا شويه لي كومونتير. خويا كلشي مزيان في هذا الفيديو من غير كنيتك. مالك كنيتي؟ وانت انا ما كره زعما تكون عندي شي كنيه مزيانه بحال ابو قاسم ولا شي حاجه بحال هكا مزيانه، شي حاجه كفال. سلام حليم، درت لك ابوني غير حيت كنيتك بحال كنيتي. اي والله دابا واش غدير معاه؟ واش كنيتي مزيانه ولا ما مزياناش؟ شكرا شكرا سكينه مايا، كنيتي بحال كنيتك. الصوت والصوره ما متناسقينش، كان عليك تخدم على التصوير والمونتاج اكثر، ولكن بما ان الفيديو من 2012 فماشي مشكل. سكت قلبي، حسب لي فيديو جديد. حتى الفيديوهات الجديده ما متناسق الصوت، حتى الفيديوهات الجداد ما فيهمش فوكس. Dude I like you so much that I made WhatsApp stickers out of your face. كتصاوبوا ستيكرز من وجهي؟ صيفطهم ليا. خي يوسف دير باتريون باش نعاونوا الفريق باش يزيد لو كونتوني. لاف يو. لا خويا لا ما نديرش باتريون. ودابا حتى واحد ما كيعطيك حتى ريال ودير لك الطياره. بنادم ما كرهش يخرج يشنق عليك، كيحس براسو كيتسالك شي حاجه، ما بالك الا كان بصح كيتسالك. واو انت نبغيك تكون صاحبي، واش عندي الاختيار؟ تخيلتو قالها بحال داك القبيح ديال الدرب، داك كي داك اللي ما تقدرش تقول ليه لا، كيقول لك نبغيك ديما تمزك الحسني. كتقول لي اخويا الله يرحم حسني مزيان، نبغيك تكون صاحبي، اسمح لي اخويا انا لا اصافح الرجال. تفكرت واحد النهار كنت غادي، وقف عليا واحد سلم عليا قال لي ما كديرش فيديوهات بزاف، ودابا مع طويل كندير فيها كيقول لي كديرش فيديو. اخويا والله يسامد نديرو. ودابا هذا كون كان نصيفط لك شي حاجه في باتريون اش يدير لك؟ 50 درهم ديالي. واو لا لا باتريون صعيب. خدم باطار عادي حسن لك اخويا. سمعتي يا زاك سنايدر؟ خدم باطار عادي. معايا انا؟ لا اخويا انا زيد في بوسبير، عندنا الضيق هنايا، هنا واحد على واحد، ماشي كاع الناس عندهم دار كبيره بحالك. اليوم ما غاديش نعلق حيت كنمدحك ما كتعطي حتى شي ردات فعل، كلشي حي معايا. احلى ميم واو. اش هاد السميه؟ علاش هاد السيد مازال ما وصل للمليون؟ يلا عاونوه، مازال خصو غير مليون قل شي صريف. نصوتو ليك ولا نصوتو عليك؟ الا صوتو عليا، الا صوتو ليا تقدر ما تحسبش. ديزولي باردون. راك مفرجه زقلتي والو تخيلت بصوت ديال واحد صاحبي سميتو سفيان. سفياني زقلتي والو ها؟ يلا كاسيت مع جي اف وجيت نتفرج فيك. لا 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 عافاك ما بغيتكش تجي عندي في لحظه الضعف. لا لا ما انا عافاك ما تقيش. باك جراوند بدلو واخا مولاي احمد بلغيتي حالا. شكون هاد البنت اللي دارت فيك هاد الحاله اخويا حاليا؟ كايناش البنت اللي دير فيا هاد الحاله، ولد اللي دار فيا. ما يمكنش. علاش حاط التصويره ديال عزيز حطاب؟ خاصك تحط التصويره ديال خواكين فينيكس. غبرتي هادشي كامل باش دير لينا هير، كنتسناو شي حاجه اخرى. بون كوراج اخي. خويا كيفما برزتناك وقعت في الحب مع 600 واحد؟ اسمح لي هادي كتحداني ولا شنو؟ سخو. حتى انا تقريبا بحال هاد السيد كيهضر على ثيودور فير. واحد البنت كان عجبها وهي كتبغي تخرج معايا الى اخره، بينما انا باغي نبقى عايش بوحدي و كنحاول نتهرب منها. وشحال من مره كتقول لي بلي كنقمعها وكتقول لي انا بارد وفارغ عاطفيا. لا انت بيرفير نارسيسيك. ضحك معاك. لا لا عادي غير ما كتبغيهاش. انت سير عندها وقول لها الله يخليك انا ما كنبغيكش ورد عليا. سميت الفيلم عافاك؟ جاوب واحد مكتوب في العنوان. دير شي مجهود صح. اوف واو. عرفتي الاخر باش جاوبو عاوتاني؟ قال له اسمح لي وشكرا بزاف. خويا عمري شي واحد مأدب قد هكا زعما ما شاء الله. واخا مدحتي فيه حتى عييتي هو ما ممثل ما والو. لا خويا الا انت كنتي خديتي عليه نظره خايبه، حنا راه مازال كنحبوه وغنبقاو ديما كنحبوه بصراحه. ممثل مقبول في العالم العربي باكمله، وبركه من الهضره الخاويه والعز لعب الاله رشيد. اخويا انا راه معاك اخو انا خوك انا. كنت كومونتي على المينياتور. تفرج فيديو صاحبي واش انت عندك القذف السريع؟ ايجاكولاسيون بريكوس. الغوريتم ما كيفهمش الهضره،
مي بي 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 بو 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 algorithm reported for sexual harassment. Nice one. خويا فيديو ديالك طلع لي اكثر من طروا فوا في الفيد تصدق تشايفو وهذا زول اخويا ملي صدقتي شايفو وحنا بغينا نخبيوه عليك ولكن الغالب الله فيديو عيان هي 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 جاست كيدين كمل هذا هو الضحك ديال عبد الكبير الرقاقنا قلتي حنا الفنانه على انت فنان طر شي واحد يقيد دخونا في اس ان ديال الساركازم راكي تقيدو فابور خاصك تجيب معاك غير مخ تحيا لكل ملحد براغماتي شنو واللي ملحد ومشي براغماتي واللي براغماتي ومشي ملحد عنصري الاخر رد البال ملي بغيت تشهد بشي ايه قرانيه الله يخليك نرد البال شنو زعما نديرها ما عجبتكش الايه نبدلها ندير واحده اخرى صافي المره الجايه نستشهد بديزيدروس كنستشهد به ما كيدوي معايا حتى واحد اسمحي لي استخدمت القران ديالك ما ذكرتي حتى نقطه سلبيه وليتي ضريف ملي ولاو يخدموك معاهم جا واحد جاوبو فعلا والمسلسل ممل والبطل ما عجبنيش في هذا الدور هادي فاش كيتجمع عليك باك امك في خطره واحده سبيسيال جوست كيقول لك باك ما خايش كتقرا هاد الايامات كتقول لهم امك اه ومكونيكتي من الصباح ولعب ماتش وكامي جوبان كتصيفطك بصي اشرح لباك النهار كله في الخدمه طبيعه الحال نولي ضريف ملي ولاو كيخدمون الخبزه صعيبه وانا مولا وليدات تصرف عليا انت نولي قبيح راه ولي رشيد الوالي ما نعقلش عليه كنضحك معاك قلتي ما ذكرتي حتى نقطه سلبيه ما رضيتيش البال مزيان انا ذكرت نقطه سلبيه هي الجمهور بحالك اللي عنده اي كيو زيرو فهمتيني لا انا لا العمل صادقتي مزيان فاش كنتي كطلع على الاعمال المغربيه وكتدخل معها شويه الجديه دابا بنتي ليا وليتي على الحاس ملي وليتي كترفع النيفو بحال هاد الاعمال الريحه دابا باش ترتاح انت واي واحد عنده راي بحالك الميدان الفني في المغرب باش ما نخدمش هذيك الكلمه اللي قلتي غادي نقول مفزع الجمهور حتى هو مفزع كاين الرداء هنا وكاين الرداء هنا حنا في مجتمع غارق في الرداء والعناصر اللي كتمشي للميدان الفني حتى هي جايه من المجتمع ما جايهش من الفضاء يعني عندنا ميدان فني رديء وفي المقابل عندنا جمهور رديء بحالك مثلا علاش حيت لا هادو عندهم فيزيون ولا هادو عندهم فيزيون حتى واحد فيهم ما عنده رؤيه واضحه فين غادي يمشي الميدان الفني ولا بقينا غاديين بحال هكا الرداء من هاد الجهه والرداء من هاد الجهه غندخلوا في الحيط كامل غادي نهار القطاع الثقافي كامل حنا غادي لا وسط هادشي كيكونوا شي امثله لي زوينه يتعلم منها يحتذى بها كنذكرهم على سبيل الاستثناءات ماشي على سبيل ان زعما صافي راه وصلنا ولكن هادشي غيبان مع الوقت سي نورمال انا ما كنتوقعش من اي واحد تكون عنده رؤيه ماشي اي واحد كيشوف الامور بنفس الطريقه بحال هاد النظره ديالك مثلا هادي النظره ديال الحي الصناعي ديال دوك المعامل داكشي ديال الباترون والشاف وهذا كيلحس لهذا داكشي يدار في معمل يدار في مصنع ما قطاع الثقافي كامل انك تكون عندك فيزيون ليه وتشوف البلاد كامله فين غاديه ما كنتوقعش اي واحد تكون عنده سي نورمال تكتب بحال هكا اللي سمع التحليل يقول ما عرفتش كيدير هذا المسلسل انا واحد المره شفت 5 دقائق منه كنت غاتقيه جا واحد جاوبها غيقدر يتطلب منه يدير فيديو اخر ينتقدو غيديرو خصو يتخلص مزيان والله الا عندك الحق لو كان كانوا كاع المشاهدين بحالك غنبدا تخلص على هادشي ولكن كاين شي مليار كومونتير عندي ديال الناس كيتصنتو كيفهموا دونك لي ستاتستيك تبغى تشرب الخير ترجم اعمالك بالانجليزيه باش تستقطب جمهور كبير جا واحد جاوبو على قله الناس اللي كيديروا الريفيو بالانجليزيه ويجاوبو ديها فك شويه والصراحه راه بجوجكم خصكم ديوها فكم راه بصحه القضيه كاينه كلشي في هاد البلاد كيفتيان الري مفهمتش انا شنو هو هاد المرض ديال فتيان الري قد دخل الواحد في الصحه وباغي توجهو توجه ليه الكارير ديالو واش انا عمري مشيت عند شي معلم قلت ليه كيفاش يدير الجداده ديالو تقدر تعلق ايجابي تعلق سلبي تختلف في الراي تنتقد تقول هاد الهضره كامله ما منهاش كلشي زوين كتوصل للنقطة ديال كتبدا توجه في الواحد تبقى تعطيه في الدروس تعطيه في النصائح وتقول ليه ها كيفاش دير الكارير ديالو كتولي بساله وقلة احترام شي انا بهاد السنين هادي
عمري مشيت عند شي واحد شي ممثل ولا شي حاجه الانبوكس ديالو قلت ليه وا كون بقيتي كدير الادوار ديالك تبقى كون خدمتي مع المخرج الفلاني ديما هضره ما توزع النصيحه تطلب ما كتعطاش ديجا كاين الناس اللي قراب كيف تيوري اللي بحال العائله الصحاب القراب اللي كابرين معك من الصغر كيعرفوك شكون انت وصحاب التخصص اللي معاك اللي بحالك بحالهم وتا كتلاقاو وتا كتكون شويه قراب وحتى كتجي الفرصه وحتى كاع تطلبها انت عاد كيعطيك ملاحظه ويقول لك كيبان ليا تقدر دير هاد الطريق او تقدر دير هاد الطريق حتى كونسوماتور ما كتعرفش الواحد حيت حتى انا راني غير مشاهد ديال وحدين اخرين واخا انت دابا كتشاهدني مفعل الجرس عندي راه حتى انا راه متابع وحدين اخرين وفاش كنتعامل ككونسوماتور مع الخدمه ديالهم غنهضر على الريزولطا ما غنقولش ليه هاد الطريق اللي خاصك تمشي فيها ولا شنو خاصك دير في الكاري ديالك خدم مع هذا حسن تزيد هذه حسن انا نوريه كيفاش غيدير كومون شي حوايج ما كيداروش او على الاقل اللي غديرهم مع شي واحد اللي كتعرف 100% من الظروف ديالو خويا واش عايش مع الواحد واش كدوز معاه النهار واش عارف لي بروجي ديالو واش عارف هو اش كيدير شنو شحال من كره كيجونغلي بها فين غادي فين باغي يوصل تكون عندك المعطيات ديك الساعه عطي التوجيهات ديالك ومن الادب حتى تطلب منك اما فتين الراي بحال هذاك اللي قال لك صاحب مول الحانوت هذا ما كيشريش عنده صاحبه مره كيبقى يدخل ليه في المشروبات حيد كل حيدتي الزيت ودرتي ارغان دابا انت غتقول لمول الحانوت شنو غيدير من صغر هو كيضرب في تماره علم الله منين جاي ضرب واحد الطفوله ما عرفش كيفاش دايره وتعلم وهز الحرفه ما عرفش من شكون وسنوات هو يقاد في ديك الحرفه وسنوات الاكسبيريونس اللي دوز باش تكون عنده داك الحانوت نتا صاحبه فهمتي والدرب غتجي تقول لي انت دابا شنو غيدير في المحل ديالو مول الحانوت غيعطي نصيحه مول الحانوت اخر في الكاريير ماشي انت لا صاحب وضفاك ما عندها حتى معنى انك تغبر راك غيطيح لك التفاعل الصاب انا يلا داوين عليه ودي والله الالغوريثم غتوريني الالغوريثم من راه شكرا جزيلا انا عارف شي حوايج كيتقالوا حبا ولكن بعض المرات كيفوت داكشي الحدود ملي كتولي باغي تشد ليه يدو لواحد وتقطعوا الشانطي كتولي شويه زدتي فيه الحدود مزيانه ماشي مشكل بهذه المناسبه بغيت نعلمكم باللي كاينين واحد 5 الحلقات في رمضان ان شاء الله بحول الله ليكس امور ان شاء الله غيكونوا 5 في رمضان واحد البرنامج ولا كونسيبت على البرامج الرمضانيه حنا كنوجدوا ليه ليكس امور الا مشات الامور مزيان ان شاء الله غيكون عندنا 5 الحلقات حلقة كل سيمانة تسلم